الأرملة بتعاني من كل شيء، تعاني إنه يعني طلعت بدها تحسب 100,000 حساب نظرة الناس إلها، إذا فاتت بدها تحسب 100,000 حساب كمان نظرة الناس إلها، يعني همومها بتصفي كبيرة منه من الأولاد ومنه من الناس ومجتمعنا. يعني هلق جو هالحرب والعالم يعني كترة صارت قاعدة يعني فوق بعضها بالخيم، بدها دائما منتبهة لتصرفاتها لحياتها، كثير يعني همها كبير. صار لي من رملة من عمري 35 سنة، حياتي قبل الترمل طبعا كانت أفضل لأنه كان في معي شريك حياة يساعدني، يعني بساندني على هالولاد على المعيشة الصعبة. هم الأولاد هم عداك إنه المرأة يعني عداك عن الماديات، عداك عن ظروف الحياة الصعبة، يعني كل شيء بظروفنا هاي صار صعب وغالي هيك. رغم كل هذا وهالظروف الصعبة وحرب وتشرد، يعني الإنسان بيقول لازم الأرملة خصوصي الأرملة لازم يقول ضل قوية شان الأولاد شان ما ييأسوا. الحالة المرضية أنا صار لها سنتين معي تقريبا، يعني سنتين شوي. الحالة المرضية بيأثر معي إنه ما في زلمة يرافقني، أنا إذا رحت على دكتور رحت على مشفى يعني بستعين بجارة بستعين بصديقة تروح معي. أنا رحت على مشفى ضليت 14 يوم بالمشفى وكانوا يقولوا لي هداك المرض معك لازم ما تستسلم مشان الأولاد ما يضعفوا. ضليت أنا كافح أقول يا رب إذا كانوا هداك المرض بس خليني على راس أولادي لبين، يعني بهالظروف الصعبة خصوصي عندي هذا ابني هذا اللي قاعد معي هو درويش يعني ما خرج يعيش بهالحياة. أنا وقت رحت على المشفى معي هالمرة هاي المرافقة معي أنا ما معي حق الصورة، حق الصورة 300 ليرة ما مشان الماديات، بس الواحد بيمرق بظروف صعبة كتير خصوصي الأرملة المرة الأرملة السورية. وقت صوروني الصورة قلت له ده المصور يا دكتور شقد الصورة؟ قال لي 300 حجي. قلت له بس أنا ما معي هالمبلغ، أنا معي نص المبلغ. قام قال لي لك يا حجي والله ما بصير. جيت أنا صرت أبكي يعني أبكي إن حطيت موقف محرج. قام قال لي خلص يا حجي لا تبكي، يعني الدنيا خلية تخرب في أولاد حلال. قال لي خلص مني أنا صفطت لك نص المبلغ والصورة مشي حالها. دعيت له ومشيت. مشيت أنا عم بسولف أنا ورفيقتي هاي مرافقتني. رحت على المشفى عملوا لي عملية تنظير، طبعاً شفطوا وسخ من صدري. أنا بعملية التنظير طلعت الكتلة بلغم وسخ بصدري، كانوا مفكرين هداك المرض. طبعاً الفضل لله إنه الله سبحانه وتعالى ما بدي يعني أبتدي بهداك المرض. بس المرض اللي صار معي هلق إنه تليف والتهاب رئة. ما بدي استسلم للمرض ولا بدي اتذكره ولا بدي يعني ضل ضعيفه ويقولوا بس ضعفت، بدي ضعف اولادي اولاد ابني صغار هدول الاطفال بيعيشوا يعني يئسوا يعني يستئيسوا من الحياه وساتهم ما شافوا شيء، لذلك ما بدي اضعف بدي ضل كافح وقوي الحمد لله.